أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ولا زال الكلام في قوادح القياس، وبلغنا قول المصنف رحمه الله السادس من الأسئلة الواردة عليه المطالبة في صفحة 409. نعم تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى السادس من الأسئلة الواردة عليه المطالبة، وهو أي هذا السؤال طلب دليل علية الوصف من المستدل، ومنع كون ذلك علة، ويقبل عندنا وعند الأكثر لئلا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب. وهذا السؤال يتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع وهو من المنوع، وجوابه بإثباته بأحد المسالك العلة السابقة. أحسنت. يقول السادس من الأسئلة، الأسئلة المراد بها القوادح كما مر معنا مرارا، الواردة عليه، الضمير يرجع إلى القياس، المطالبة. المطالبة هو القادح السادس من قوادح القياس، وعرفه بقوله وهو أي هذا السؤال طلب دليل علية الوصف من المستدل، ومنع كون ذلك علة. إلى هنا ينتهي التعريف الاصطلاحي لقادح المطالبة، طلب دليل علية الوصف من المستدل. الطلب يكون من المعترض، يطلبه من المستدل الذي أورد القياس، ومنع كون ذلك علة. وعرفه بعضهم بقوله القدح في علة قياس الخصم وطلب تصحيحها. القدح في علة قياس الخصم وطلب تصحيحها. قال ويقبل عندنا وعند الأكثر، بعد أن عرف القادح المطالبة ذكر أنه معتبر، يعني سؤال معتبر، فقال ويقبل عندنا، يعني يقبل هذا السؤال عندنا نحن الحنابلة يقصد، وعند أكثر العلماء. لما صار سؤالا معتبرا مقبولا يلزم المستدل أن يجيب عنه؟ قال لئلا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب. الضمير في وهو يرجع إلى الطرد، هذا هو الدليل، لئلا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب. والطرد هو الوصف الذي لا يناسب الحكم الشرعي، فهو غير مؤثر في الحكم، مثل وصف السواد والبياض والطول والقصر والقوة والضعف، فإن هذا لا يعتبر. فلو قيل مثلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة رضي الله عنها حين عتقت
تحت زوجها وكان عبدا أسود، فالسواد قوله أسود في آخر الحديث وصف طردي بمعنى أن وجوده كعدمه، فلو كان زوجها عبدا أبيض لثبت لها الخيار أيضا بعد أن عتقت، إما أن تبقى عند زوجها وإما أن تفارقه، فهذا معنى الوصف الطردي يعني الذي لا يؤثر في الحكم غير مناسب للحكم. ومثاله ما لو مثاله أيضا ما لو قال المستدل في عدم صحة إزالة النجاسة بالخل: الخل مائع تبنى لا تبنى على جنسه القناطر، الخل مائع لا تبنى على جنسه القناطر، فلا تزول به النجاسة قياسا على الزيت. العلة ما هي؟ لا تبنى عليه، أنه مائع لا تبنى على جنسه القناطر، يعني القناطر التي تبنى على الأنهار ليمر الناس فوقها ما تبنى على الخل. فهذا الوصف هل هو وصف مؤثر في الحكم؟ لا. ما علاقة القناطر التي يمر عليها الناس بكون هذا المائع تزال به النجاسة أو لا تزال؟ لا علاقة. هذا معنى الوصف الطردي. فهو يقول: لو لم يصح سؤال المطالبة ويلزم المستدل الجواب عنه لاستدل المستدل في قياسه بعلة فيها وصف طردي لا يؤثر في الحكم، وهو نوع من اللعب كما قال هنا، يعني ضرب من العبث. الأوصاف الطردية ذكرها في الأقيسة ضرب من العبث، ومثل هذا لا يليق. قال: وهذا السؤال يتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، يعني بناء على ما سبق من تعريف المطالبة يتبين أن القدح إنما يتجه للعلة، أحد أركان القياس الأربعة، ومن ثم يتضمن هذا من حيث المعنى من حيث المفهوم أن الخصم لا يعترض على الحكم المقيس عليه ولا على وجود الوصف في الأصل والفرع، العلة يعني موجودة في الأصل والفرع، إنما يقدح في نفس العلة. قال: وهو من الممنوع، يعني الحقيقة القادح المطالبة أنه نوع من أنواع المنع. وقلنا من قبل إن عامة قوادح القياس ترجع إلى منع أو معارضة، فالمطالبة هنا يرجع إلى المنع يمنع صحة العلة. قال: وجوابه بإثباته أي الوصف، يعني جوابه أن يثبت المستدل هذا الوصف علة صحيحة في ذلك القياس الذي استدل به بواسطة أحد مسالك العلة السابق ذكرها كالنص والإيماء والإجماع والدوران والمناسبة وغير ذلك من المسالك التي سبق ذكرها. وبعض الأصوليين ذكر أن المطالبة أربعة أنواع: أولها عدم مناسبة العلة للحكم، هذا النوع الأول في المطالبة، عدم مناسبة العلة للحكم. مثاله: لو قال المستدل في مسألة قتل الجماعة بالواحد، لو قال: لا تقتل الجماعة بالواحد، قياساً على عدم قطع الأيدي باليد الواحدة لعدم المساواة، هذا قياس من أربعة أركان: لا تقتل الجماعة بالواحد، قياساً على عدم قطع الأيدي باليد الواحدة لعدم المساواة. فيقول المعترض: العلة وهي عدم المساواة غير مناسبة، غير مناسبة يعني للحكم. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى إيجاد المشاركة في القتل،
اشتراك اثنين أو أكثر في قتل إنسان، أو اشتراكهم في القطع، في قطع يده أو رجله فراراً من الحد، وهو يفضي إلى كثرة سفك الدماء وإتلاف الأعضاء وضياع الحقوق. هذا كلام من المعترض يريد به ماذا؟ بيان أن العلة المذكورة غير مناسبة للحكم. النوع الثاني عدم إفضاء العلة إلى الحكمة المطلوبة، عدم إفضاء العلة إلى الحكمة المقصودة. مثاله هو مجرد مثال، وإلا قد لا يسلم ما فيه من الاعتراض. لو قال المستدل في مسألة القتل بالمثقل هل يقتل صاحبه؟ فلو قال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص قياساً على القتل بالمحدد، فيقول المعترض أنت مطالب ببيان أن العلة التي هي القتل العمد العدوان تفضي إلى الحكمة المقصودة من تشريع القصاص، وهي زجر الناس عن سفك دماء المعصومين. هو مثال فقط، اعتراض فقط، لهذا يمكن أن يجيب عنه. قال أو عفوا بقي ماذا؟ الثالث عدم كون العلة وصفا ظاهرا، يعني أن يبين المعترض أن العلة في قياس خصمه ليست وصفا ظاهرا. وقد سبق معنا أن من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا حتى يمكن الحكم عليه بالصحة أو عدم الصحة، أما الوصف الخفي لا يمكن الحكم عليه. إذن الثالث من أنواع المطالبة عدم كون العلة وصفا ظاهرا. مثاله لو قال المستدل يصح بيع المعاطاة قياسا على سائر البيوع لأن المتبايعين رضيا بالمعاوضة، يصح بيع المعاطاة قياسا على سائر البيوع لأن المتبايعين رضيا بالمعاوضة. فيقول المعترض ما الدليل على أن المتبايعين رضيا بذلك؟ فإن الرضا وصف خفي محله القلب، فكيف يمكن الحكم عليه؟ واضح؟ الرابع الأخير عدم كون العلة منضبطة، عدم كون العلة منضبطة يعني هي وصف ظاهر لكنه غير منضبط. مثاله لو قال المستدل يصح جمع الصلاتين للمريض قياساً على المسافر لأجل دفع المشقة، فيقول المعترض أنت مطالب ببيان انضباط العلة، فإن المشقة تختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى أخرى. فنلاحظ في الأربعة كلها أن الكلام على العلة، ولهذا قلنا أن المطالبة هي القدح في علة قياس الخصم وطلب تصحيحها، طلب تصحيحها. نعم تفضل. السابع من الأسئلة الواردة عليه النقد، وهو أي النقد إبداء العلة بدون الحكم، كقولك مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة، فتنتقض هذه العلة بالحلي المحرم، وفي بطلانها أي العلة به أي بالنقض خلاف، ويجب احترازه أي المستدل في دليله عنه أي عن صورة النقض على الأصح. نعم أحسنت. نأخذ النقض شيئا فشيئا لأنه طال فيه المصنف رحمه الله. قال السابع من الأسئلة الواردة عليه، القادح السابع من القوادح الواردة على القياس النقض،
وهو من أشهر قوادح القياس. فقال: وهو أي النقض إبداء العلة بدون الحكم، يعني أن يبدي المعترض أن علة العلة الواردة في قياس خصمه تثبت في صورة من الصور ويتخلف عنها الحكم، فتكون العلة منتقضة أي غير مضطردة، لأن الفرض في العلة ماذا؟ أن تكون مضطردة، كما يشترط أن تكون منعكسة، فكلما وجدت وجد الحكم معها، وكلما انتفت انتفى الحكم بانتفائها. فإذا أبان المعترض أن العلة في قياس خصمه توجد في صورة أخرى غير محل النزاع، ولم يوجد الحكم المدعى الذي يدعيه المستدل، دل على أن هذه العلة غير صحيحة عند من يقول بذلك. ثم مثل له المصنف رحمه الله، مثل لقادح المنع الذي قلنا إنه وجود العلة وتخلف الحكم في صورة، قال: كقولك مال غير نام، هو كما قلنا من قبل الكتاب موضوع على الاختصار، فتقدير الكلام الحلي مال غير نام، ويدل على هذا التقدير السياق بقية الكلام في مسألة الحلي، حلي المرأة هل تجب فيها، هل يجب فيه الزكاة؟ مسألة خلافية. فإذا قال المستدل الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه قياسا على ثياب البذلة بكسر الباء، الحلي مال هذا واضح، غير نام لا ينمو كالماشية، الماشية تتوالد وتتكاثر، عروض التجارة ينمو ويزيد، لكن هذا الحلي يبقى الحلي، لو مرت عليه السنين كما هو ما ينمو، مال غير نام فلا زكاة فيه قياسا على ثياب البذلة. ثياب البذلة هي الثياب التي يلبسها الإنسان إما في منزله أو عند مزاولة المهنة، يعني الثياب التي يستخدمها الإنسان وليست الثياب التي يتاجر فيها. فإن ثياب البذلة مال وهو غير نام ولا تجب فيه الزكاة بالإجماع. فماذا يقول المعترض؟ تنتقض هذه العلة بالحلي المحرم. يعني فيقول المعترض العلة التي ذكرتها في قياسك، وهو أنه مال غير نام أي لا ينمو، هذه منتقضة في صورة من الصور وهو الحلي المحرم. فالحلي المحرم تجب فيه الزكاة بالإجماع، مثل ما لو اتخذه الرجل مثلا، فإن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة كما ورد بذلك الخبر، وتجب فيه الزكاة بالإجماع مع أنه مال غير نام، فصارت العلة منقوضة. قال: وفي بطلانها، بعد أن عرف قادح النقض ومثل له ذكر حكمه، أي هل هو قادح صحيح فتبطل به العلة ومن ثم يفسد القياس، أو ليس بقادح صحيح فلا يصح الاعتراض به على الخصم على المخالف. قال: وفي بطلانها أي العلة به أي بالنقض خلاف. فأكثر الشافعية على أنه يقدح، النقض يقدح في العلة، ومن ثم يلزم المستدل أن يجيب عنه، أن يجيب عنه أو أن يغير قياسه، يغير العلة في القياس. وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن النقض ليس بقادح،
ويسمونه تخصيص العلة، يسمونه تخصيص العلة لأنه ليس بقادح عندهم فسموه تخصيصا، ويجوزون هذا كما جاز تخصيص الألفاظ كتخصيص العام، يجوز تخصيص المعاني كالعلل، وهذا مذهب أكثر العلماء. ثم قال: ويجب احترازه، أي المستدل في دليله عنه، أي عن النقض، أي عن صورة النقض على الأصح. على الأصح في المذهب وعند أكثر الجدليين أنه يجب عليه أن يحترز، أي يجب على المستدل أن يحترز مسبقا قبل أن يعترض المعترض بالنقض، يجب على المستدل أن يحترز عن صورة النقض في قياسه. وذهب بعض الأصوليين إلى عدم الوجوب، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزمه الاحتراز، لأن الدليل يتم بدونه، دليل المستدل يتم بدون أن يحترز، والمطلوب منه هو الاستدلال، ومن ثم لا يجب عليه الاحتراز. وذكر المعترض لصورة النقض ثم جواب المستدل عنه لا يعتبر انتشاراً في الكلام وخروجاً عن مقصود المناظرة، هذا التعليل لتصحيح المذهب الثاني القائل بأنه لا يلزم المستدل أن يحترز في دليله عن صورة النقض أو عن صور النقض. أولاً أن الدليل يتم بدونه، القياس من أربعة أركان مكتملة في الدليل من غير الاحتراز، والمطلوب منه هو الاستدلال، وقد تم الاستدلال بذكر أربعة أركان في القياس من غير أن يذكر الاحتراز. وأيضاً أنه إذا لم يحترز ثم اعترض المعترض بالنقض في صورة أو صورتين أو أكثر فعاد المستدل وأجاب، فهل يعد انتشاراً وخروجاً عن مقصود المناظرة؟ لا، هذا يعترض وهذا يجيب، والاعتراض وارد على أحد أركان العلة وهو أحد أركان القياس وهو العلة، فمثل هذا سائق وله نظائر في بقية القوادح. مثال ذلك حتى يفهم معنى الاحتراز، لو قال المستدل في مسألة النباش هل تقطع يده أو لا، لو قال النباش سرق نصابا، يعني أخذ مالا يبلغ نصاب السرقة، سرق نصابا من حرز مثله وليس أبا للمسروق ولا دائنا له، فيجب قطع يده قياسا على سارق مال الحي. أعيد، ماذا يقول المستدل؟ النباش سرق نصابا من حرز مثله وليس أبا للمسروق ولا دائنا له، فيجب قطع يده قياسا على سارق مال الحي. هذا دليل يستدل به على أن النباش تقطع يده، فالشاهد هو قوله وليس أبا ولا دائنا للمسروق. فالغرض من هذه الجملة، الجملة هذه غير مؤثرة في القياس، لكن الغرض منها ما هو؟ الاحتراز، لأنه لو لم يقل ذلك لجاء المعترض وقال قياسك منقوض، العلة منتقضة بالأب يسرق مال ولده فلا يجب قطع يده، وبالدائن إذا سرق من مال المديون لا تقطع يده لأجل الشبهة، فيحترز من أول الأمر ويورد الصورتين في قياسه، هذا معنى الاحتراز.
نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: وجوابه أي النقد بمنع وجود العلة والحكم في صورته. ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقد، لأنها انتقال وغصب، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقد. ويسمع من المعترض نقض ويسمع أحسن الله إليكم ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على المذاهب. وقول المعترض: دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا نفس العلة، فهذا انتقال. ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. أحسنت. قال: وجوابه، بعد أن عرفنا قادح النقض معناه ومثاله والخلاف في اعتباره، بقي أن يبين طرق الجواب عنه، كيف يجيب عنه المستدل. فذكر المصنف رحمه الله ثلاث طرق، واجعلوا عليها أرقاما حتى تستبين. قال: بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، الظاهر أن الباب هي أو، بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، هذا الأول. الثاني في الصفحة التي تليها: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط، هذا الجواب الثاني. في نفس الصفحة السطر الأخير: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، هذا الثالث. فهي ثلاثة أجوبة. قال: وجوابه أي النقض بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، أي صورة النقض. إذا منع المستدل وجود العلة في الصورة التي نقض بها المعترض عليه، أو منع وجود الحكم، لم تصر هذه الصورة ناقضة للعلة، لأن العلة غير موجودة في الصورة التي أوردها المعترض، أو الحكم. يتضح هذا بالمثال. لو قال المستدل: النباش سارق لمال غيره، فيجب قطع يده قياسا على سارق مال الحي، فالمعترض يقول: قياسك منقوض بالمختلس، وهو الشخص الذي يأخذ من الإنسان في الشارع مثلا، يمد يده فيختلس المال من جيبه ويهرب سريعا، فيقول: قياسك منقوض بالمختلس، فإنه لو سرق نصابا لا تقطع يده، مع أنه أخذ مال الغير. فماذا يقول حينئذ المستدل في الجواب؟ يقول: أنا أمنع أن المختلس يسمى سارقا، يعني العلة غير موجودة فيه، فهو ليس بسارق، ولهذا لا يسمى سارقا، إنما يسمى مختلسا، فالعلة غير موجودة في صورة النقض. هذا الجواب الأول. أو يجيب بمنع الحكم، يقول: أنا لا أسلم أن المختلس لا تقطع يده، يعني كأنه يقول ماذا؟ سلمنا أن المختلس يسمى سارقاً، لكن لا أسلم قولك لا تقطع يده ولو أخذ نصاباً، بل يجب قطع يده، ومن ثم لا يرد نقضاً، لا يرد النقض عليه،
في الجوابين. إذا لم توجد العلة في صورة النقض فالمختلس ليس فيه العلة أصلاً، لم يصح النقض به، لأن كما قلنا النقض هو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. فعندنا وجود وتخلف، وجود للعلة وتخلف للحكم. فإذا منعت وجود العلة لم يعد نقضا، ولو سلمت بوجود العلة لكن الحكم هو هو نفس الحكم المدعى وهو وجوب القطع في هذا المثال لم يعد نقضا، لأنه إنما يكون نقضا لو تخلف الحكم بأن يقال المختلس لا تقطع يده فما تصح علته، فقال ما أسلم بل يجب قطع يده. وضح الجواب؟ طيب. قال ويكفي المستدل، ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها. فيها الضمير يرجع إلى صورة النقض، وقوله لا أعرف الرواية يعني عن إمام مذهبي الذي أنا أنافح عنه في المناظرة. واضح؟ كيف هذا؟ المثال السابق حين قال المستدل النباش سارق لمال غيره وقد أخذ نصابا فتقطع يده قياسا على سارق مال الحي، فالمعترض قال قياسك منقوض بالمختلس فإنه سارق وفي مذهبك لا تقطع يده. لاحظوا ماذا قال؟ منقوض بالمختلس فإنه سارق وفي مذهبك، في مذهب إمامك أنه لا تقطع يده. فماذا يقول المعترض؟ لا أعرف الرواية عن إمام مذهبي في حق المختلس هل يقطع أو لا يقطع؟ يقول لا أعرف. ليس شرطاً أن المستدل يعرف كل المسائل، يعني أحكام كل المسائل الخارجة عن محل النزاع، لا ليس شرطاً، وإلا لما حصلت مناظرة بين اثنين. طيب لما يكفيه أن يقول لا أعلم؟ لا أعرف الرواية عن إمام مذهبي في صورة النقض التي ذكرتها وهي المختلس في مثالنا. قال إذ دليله، أي المستدل، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك. يقول إذ للتعليل، إذ دليل المستدل وهو القياس الذي ذكره صحيح متيقن وصورة النقض مشكوك فيها، أين الشك فيها؟ الشك فيها من جهة أن المعترض يثبت فيها، يقول إنها في مذهبك لا تقطع يد المختلس، وذاك يقول لا أنا لا أعرف الرواية عن إمام مذهبي، قد يكون يوجب القطع عليه فلا يرد النقض، فصارت مشكوكا فيها ليس مسلما بها بين الخصمين، وحينئذ اليقين لا يزال بالشك. قال وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وغصب. كما قلنا من قبل إن قوادح القياس أكثر من يحتاجها هم أهل المناظرة، لهذا ترد معنا مصطلحات متعددة في المناظرة. يقول وليس للمعترض، لا يصح للمعترض أن يقيم الدليل على ثبوت الحكم في صورة النقض أو ثبوت العلة فيه. لما لا يصح؟ قال لأنه انتقال وغصب، يعني ما يصح حين قال، يعني بعد أن قال لا أعرف الرواية عن إمامي مذهبي، أو قال لا أسلم أن المختلس يسمى سارقا، فيأتي المعترض قال بل يسمى سارقا ولا يصح قطع يده
والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا. لا يجوز له هذا. طيب لما لا يجوز؟ قال: لأنه انتقال وغصب. انتقال في ماذا؟ يصبح المعترض هو المستدل في مسألة أخرى، فيتركون مسألة النباش التي اجتمعوا لمناقشتها والمناظرة فيها، ويصير الموضوع ما هو المختلس، هل يسمى سارقاً أو ليس بسارق، هل تقطع يده أو لا يده أو لا تقطع يده. وغصب، هذا معنى الانتقال. الانتقال يعني يتركون موضوع المناظرة الذي اجتمعوا لأجله وهو النباش في مثالنا إلى موضوع آخر وهو المختلس. وغصب يعني غصب لوظيفة المستدل. المستدل وظيفته الاستدلال، والمعترض وظيفته الاعتراض. فلو صح له أن يقول المختلس يسمى سارقاً ولا يجب قطع يده والدليل كذا وكذا، لانقلب المعترض مستدلاً وانقلب المستدل معترضاً. وهذا معنى الغصب، يغصب المعترض خصمه وظيفته، الوظيفة التي هي حق له وهو الاستدلال، يغصبه هذا المنصب ويأخذه ويقيم نفسه مستدلاً ويجعل خصمه المستدل معترضاً، وهذا ممنوع في المناظرة ويؤدي إلى انتشار الكلام وعدم انضباط المناظرات، وحينئذ يقال بعدم صحته، لا يجوز مثل هذا. قال: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط. هذا الجواب الثاني عن قادح النقد. أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض. مثال يعني أن يبين المستدل وجود مانع في صورة النقض، أو يبين انتفاء شرط في صورة النقض فلأجله تخلف الحكم، فلأجله تخلف الحكم. مثال المانع: لو قال المستدل القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب القصاص فيه قياساً على القتل بالمحدد، فيقول المعترض قياسك منقوض، بالأب يقتل ولده عمداً عدواناً بالمثقل فلا يقتل. فماذا يقول له المستدل في الجواب؟ لم يقتل الأب إذا قتل ولده لوجود مانع من القصاص وهو الأبوة، فإن الأبوة مانعة من القصاص باتفاق العلماء، فيكفي هذا في الجواب أن يبدي المانع. ومثال انتفاء الشرط: ما لو قال المستدل النباش سارق فيجب قطع يده قياساً على سارق مال الحي، فيقول المعترض قياسك منقوض، بمن سرق من بيت المال، بيت مال المسلمين، فإنه سارق ومع ذلك لا تقطع يده، فإذا العلة منتقضة. فيقول ماذا؟ ماذا يقول المستدل في الجواب؟ يقول: إنما لم يقطع تقطع يد من سرق من بيت المال لأن من شروط إقامة الحد، حد القطع، انتفاء الشبهة. هذا الشرط يذكره الفقهاء، والذي أخذ من بيت المال عنده ماذا؟ شبهة، لأن له حقا فيه لكنه تعدى بالسرقة، فلأجل هذه الشبهة دفع عنه حد القطع. يكفي هذا في الجواب عن صورة النقض. قال: ويسمع من المعترض نقض أصله.
قال: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ يسمع أن يقبل من المعترض نقض أصل خصمه كما مر معنا في الأمثلة بأن يقول قياسك منقوض، ومن ثم يلزم المستدل الجواب عنه لا أن ينقض أصل نفسه هو. كيف هذا؟ بالمثال يتضح. لو قال المستدل الحنبلي مثلا، لو قال الذمي كافر فلا يقتل به المسلم قياسا على الكافر الحربي في مسألة الذم هل يقتل به المسلم، الذمي كافر فلا يقتل به المسلم قياسا على الكافر الحربي، فإن الحربي كافر فلا يقتل به المسلم لو قتله، فماذا يقول المعترض؟ يقول هذا الوصف وهو الكفر لا يطرد على أصلي، لاحظوا ما قال على أصلك، لا يطرد على أصلي لأنه منقوض بالمعاهد، فإن المعاهد كافر ولا يقتل به ويقتل به المسلم، عفوا ويقتل به المسلم، ومن ثم فكيف تلزمني به؟ فلا يقبل ذلك من المعترض لأنه نقض ماذا؟ أصله هو لا أصل خصمه، فجعل نفسه مستدلاً معترضاً يستدل ويعترض وينقض أصله، فهذا لا يصح. قال: إذ دليل المستدل، هذا شروع في الاستدلال، لما يصح نقض أصل المخالف لا أصل نفسه؟ قال: إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه أي على المعترض في صورة النقض كمحل النزاع، يعني أن دليل المستدل الذي أقامه القياس الذي أقامه هو حجة على المعترض في صورة النقض كما أنه حجة عليه في صورة النزاع، فالمثال الذي سبق في قياس المستدل في مسألة الذم وقياسه على الحربي هو حجة على خصمه المخالف الحنفي مثلا، حجة عليه في ماذا؟ في محل النزاع الذي هو مسألة الذم، وفي صورة النقض وهي المعاهد، ولهذا ينطبق عليه نفس القياس، لو قلت المعاهد كافر فلا يقتل به المسلم قياسا على الحربي لما اختلف شيء. قال: أو ببيان، هذا الثالث، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، يعني الطريق الثالث أن يقول المستدل في الجواب عن صورة النقض هذه الصورة التي نقضت بها قياسي مستثناة عندي وعندك، ومن ثم لا ترد علي كما أنها لا ترد عليك لو كنت أنت المستدل، فهي مستثناة باتفاق الخصمين أو باتفاق العلماء كلهم لا يضر، إما أن يتفق عليها الخصمان أو العلماء كلهم، ومن ثم لا تكون نقضا لأنها صورة مستثنى يسلم الخصم خروجها عن القاعدة الكلية، ومثل لها المصنف رحمه الله قال: كالعرايا على المذاهب، قال على المذاهب يعني على كل المذاهب المشهورة في مسألة علة الربا،
فإن مسألة معنى العراية أولا هنا معناها بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر على الأرض كيلا، يسميها الفقهاء بيع العراية. فهذه الصورة مستثناة، يعني أن الشارع جوز بيع العراية لحاجة الناس إليه، وهي واردة على علة الربا على المذاهب كلها. فإن قلت العلة الربا هي الكيل، يعني الحنبلي والحنفي مثلا إذا قالوا العلة هي الكيل ورد عليه، وإذا قلت أن علة الربا هي الطعم كما يقوله الشافعية ورد عليه، وإذا قلت أن العلة هي الاقتيات كما يقوله المالكية فإنه يرد عليهم أيضا، ومن ثم لا يصح نقضا، فتصير قاعدة كلية أن الصورة التي يسلم الخصمان أنها مستثناة من القاعدة الكلية هذه لا يريدها اعتراضا على قياس خصمه. قال: وقول المعترض بواو الاستئناف، وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، أي غير مقبول، لا يعتبر، لا يقبل منه. إذا قال المعترض دليل علية وصفك، الدليل الذي هو الآن ما يتكلم في علة خصمه، إنما يتكلم في الدليل الذي ثبتت به العلية، فيقول دليل علية وصفك الذي جعلته علة، الدليل المثبت له موجود في صورة النقض التي أوردتها عليك، فهذا لا يقبل منه. مثاله لو قال المستدل النباش سارق فتقطع يده قياسا على سارق مال الحي، والدليل على أنه سارق أنه أخذ مال غيره خفية من حرز مثله، لأن حرز الكفن هو القبر، فماذا يقول المعترض؟ الدليل الذي صححت به العلة موجود في المختلس مع أنه لا تقطع يده، فمثل هذا لا يقبل منه، لأن النقض إنما يتوجه للعلة لا لدليل العلة، ففيه انتقال، يكون فيه انتقالا، ولهذا قال إذ هو نقض لدليل العلة لا نفس العلة. يعني كلام المعترض هذا نقض للدليل الذي ثبتت به العلة لا نقض للعلة، فهذا انتقال. لماذا صار انتقالا؟ لأن تنتقل المناظرة من الاعتراض على قياس الخصم إلى المناظرة في دليل صحة العلة، هل هذا الدليل يصح به العلة أو لا، فصار خارجا عن موضوع المناظرة، إنما يعترض على نفس العلة. أما الدليل الذي ثبتت به العلة ولا يسلمه هذا ليس شأنه، ولهذا سوف ينتقل الكلام من المناظرة في مسألة فقهية إلى المناظرة في مسألة أصولية، بأن يقول ثبتت علتك بالدوران والدوران ليس بحجة، ثبتت علتك بالإيماء والإيماء عندي ليس بحجة، هل يصح هذا؟ لا يصح، هذا انتقال وخروج عن موضوع المناظرة، فينبغي فقط أن يوجه اعتراضه للعلة نفسها. قال: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق به بأصله، لأنه أصلاً غير مسموع، فلو لم يرد عليه أصلاً لصح له، ومع ذلك فيكفيه أدنى دليل يليق بأصله، بأن يقول المستدل قد صح أن العلة هي السرقة، أن علة القطع في الشرع هو السرقة، والدليل على ذلك الإيماء،
فإن الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فذكر الحكم وقرنه بوصف وهو السرقة، وجعل الحكم مقترنا بالفاء المفيدة للتعليل، فدل على أن علة القطع هو السرقة. يكفي هذا، يعني كأنه يقول: قد دل الدليل الصحيح على عندي على أن علة القطع هو السرقة، وقد تحققت عندي في صورة النزاع وهي مسألة النباش، فإن النباش عندي يسمى سارقة، فيكفي هذا، ولا يجوز المعترض أن يعترض عليه بعد ذلك. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والكسر وهو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم لصنعة شاقة، وهو غير لازم، وذلك لأنها لا تزداد أي الحكمة ولا تنضبط بالرأي، فوقف فيها على تقدير الشارع. نعم، فوقف فيها أحسن الله إليكم، فوقف فيها على تقدير الشارع. وقال ابن مفلح: الكسر نقض المعنى. قال: والكلام فيه كالنقض. وقال في جمع الجوامع: هو إسقاط وصف من العلة. أحسنت. الكسر، قال المصنف رحمه الله: والكسر، ولم يقل والثامن من الأسئلة الواردة عليه الكسر، وذلك لأن المصنف رحمه الله يميل إلى القول الذي يقول إن قادح الكسر راجع إلى النقض، إلا أن الفرق أن النقض نقض لصورة العلة، والكسر نقض لمعنى العلة، هكذا اختار المصنف، ولهذا لم يقل الثامن بل قال والكسر عطف عليه. وبعض الأصوليين ذهب إلى أن الكسر قادح مستقل، وهو إبداء الحكمة وتخلف الحكم، وإن كانوا يختلفون في تفسيره كما سوف يأتي، فجعل الكسر قادحاً مستقلاً، والأمر يسير، الأمر في هذا يسير، لكنه قادح، جعلته مستقلاً أو جعلته نوعاً من أنواع النقض، هو في نفس الوقت يعني في نفس الأمر هو قادح في القياس. فكأنه يقول: والنوع الثاني من أنواع النقض هو الكسر، وكأن أول الكلام هو النوع الأول، فيكون النقض إن كان النقض لصورة العلة أي للفظها سمي نقضاً، وإن كان لمعنى العلة لا للفظها يسمى كسراً. وإن كان علماء الأصول يختلفون في تفسير قادح الكسر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: والكسر وهو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم، ثم بعد ذلك كلمة يعني غير واضحة في المطبوع، قال: لصنعة شاقة، ويبدو أن في الكلام حذفاً، يبدو أن في الكلام سقطاً، وتقدير الكلام هكذا بعد قولنا أي العلة بدون الحكم بعد كلمة الحكم، كقول الحنفي في العاصي بسفره، كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي. ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة. أعيد، كتبت: ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض عليه بمن صنعته شاقة. أعيد، كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر
فيترخص كغير العاصي ثم يبين، يعني فاصلة فاصلة، ثم تقول تكتب ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة فاصلة أيضا، فيعترض عليه بمن صنعته شاقة. لاحظوا آخر كلمتين ما هي؟ صنعته شاقة. فرجعوا إلى الكتاب وانظروا فيه، لصنعة يبدو أنها صنعته، وشاقة كما هي، ومن ثم يستقيم الكلام. وهذا هو مثال الكسر. فإذا قال المستدل الذي يجوز للعاصي بسفره كمن يسافر لقتل إنسان أو لفعل معصية أخرى، هل يترخص بالجمع والقصر والفطر في رمضان أو لا؟ محل خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل في العاصي بسفره هو مسافر، يعني يصدق عليه أنه مسافر، فيترخص برخص السفر قياساً على المطيع بسفره، فإنه يسمى مسافراً أيضاً. ثم يأتي نفس المستدل ويبين مناسبة السفر للحكم المذكور وهو الترخص بالجمع والقصر والفطر، فيقول ما شرعت هذه الرخص إلا لدفع المشقة، فإن السفر قطعة من العذاب كما ورد في الحديث. فيأتي المعترض عليه فماذا يقول؟ قياسك مكسور، أو يقول ينكسر قياسك بمن صنعته شاقة من أهل الحضر، يعني المقيم الذي ليس مسافرا وعنده صنعة شاقة جدا، فإنه يجد المشقة ومع ذلك لا يترخص بالجمع والقصر والفطر باتفاق الفقهاء. فالآن الاعتراض لم يتوجه لصورة العلة وإنما لمعنى العلة. صورة العلة أي لفظها، ما هو صورة العلة؟ السفر. السفر هل تعرض له المعترض؟ ما تعرض له، هو مسلم أن العاصي بسفره مسافر، لكنه اعترض على معنى العلة الذي هو الحكمة، نسميه الحكمة، وهي المشقة. فنقضها، أي بيّن وجود نفس هذه الحكمة الذي نقول عنها أنها معنى العلة توجد في صورة ويتخلف عنها الحكم. فالمقيم الذي عنده صنعة شاقة توجد عنده مشقة ولا يترخص بالرخص، يعني وجدت الحكمة وانتفى الحكم. قال وهو غير لازم، وهو أي الكسر، بعد أن عرفه ومثل له فيما قدرناه من الكلام المحذوف بيّن حكمه، هل هو صحيح مسموع أو باطل مدفوع؟ فقال وهو غير لازم، يعني أن الكسر لا يلزم المستدل فلا يبطل علته. طيب لما؟ قال وذلك لأنها لا تزداد، أي الحكمة، ولا تنضبط بالرأي، فوقف فيها على تقدير الشارع. يقول وذلك لأنها، أي الحكمة الذي سمينا، الذي قلنا عنه أنه معنى العلة، لا تزداد بالرأي، لا تقوى ولا تزيد في الأصل عما في صورة الكسر، لا يمكن أن يوجد تفاوت، ولا تنضبط بالرأي أي الاجتهاد، فحينئذ يجب أن يكون طريق معرفتها هو ماذا؟
الشرع وليس الاجتهاد، لأن دفع المشقة هنا كما ترون هو بطريق الاجتهاد، ولم يأتي في النصوص أن الحكمة هي دفع المشقة. وحينئذ معنى هذا الدليل أن عدم انضباطها يعني أن الحكم قد يتخلف عنها، الحكم قد يتخلف، ومن ثم لا يصح أن تجعلها نقضاً على العلة، لأن طبيعة الشيء غير المنضبط أنه يوجد الحكم معه تارة ويتخلف الحكم عنه تارة أخرى، ومن ثم لا يلزمني ما تذكره لأنه شيء غير منضبط أصلاً. قال: وقال ابن مفلح، شمس الدين ابن مفلح الفقيه المعروف المتوفى سنة 763 هجرية، وقال ابن مفلح: الكسر نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض. الكسر هذا شيئان، يعني قال ابن مفلح ذكر شيئين: الأول أن الكسر نقض للمعنى، فكأنه يقول لا تجعله قادحا مستقلا، لأنه في الحقيقة هو نقض، إلا أن الفرق أن النقض نقض لصورة العلة ولفظها، وأما الكسر فهو نقض لمعنى العلة الذي هو الحكمة. ففي المثال السابق المعترض لم يعترض على السفر الذي هو العلة، وإنما اعترض على الحكمة وهي المشقة، يعني اعترض عليها بماذا؟ بأنها وجدت في صورة وتخلف الحكم فلم تكن مؤثرة. قال: والكلام فيه كالنقض، يعني الجواب عن قادح الكسر كالجواب عن قادح النقض، ما دام أنه نقض، نوع من النقض، فيجاب عن الكسر بما يجاب به عن النقض، بأن تمنع الحكمة أو الحكم في صورة الكسر، تمنع الحكمة أو الحكم، هذا يعني الطريق الأول لو أردنا يعني أن نمثل للأجوبة عن قادح الكسر بنفس الأجوبة عن قادح النقض، فنقول الجواب الأول منع، ما نقول العلة، نقول ماذا؟ الحكمة، منع الحكمة أو الحكم في صورة الكسر، ما نقول في صورة النقض، وإن كان هو نقض في الحقيقة يعني نوع منه. مثاله: لو قال المستدل: يقطع النباش قياسا على سارق مال الحي حفظا لأموال الناس، أو يذكر العلة وهي السرقة ثم يقول: وما كانت السرقة مناسبة لتشريع الحكم إلا لأجل حفظ أموال الناس، فيقول المعترض ماذا؟ قياسك مكسور بالمختلس، ينكسر قياسك بالمختلس، لا تقطع يده مع أن في قطعه حفظا لأموال الناس. فبماذا يجيب المستدل؟ لا أسلم وجود الحكمة في المختلس، لأن قطع يد السارق هو لعدم إمكان التحرز منه، بخلاف المختلس فإنه يمكن التحرز منه، فأين قولك حفظا لأموال الناس وهي محفوظة؟ أو يقول: لا أسلم الحكم في صورة الكسر، فإن المختلس عندي تجب قطع يده، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: بيان وجود مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة الكسر، نفس العبارات فقط تغير ما يجب تغييره، تغير العلة بالحكمة وتغير النقض بالكسر. مثاله: لو قال المستدل: يقتل القاتل بمثقل قياسا على القاتل بمحدد،
حفظاً لدماء الناس، فتجعل الحكمة هي الجامع، أو تقول لأنه قتل عمد عدوان وهذه العلة مناسبة للحكم لأنه يتحقق بها الحكمة من تشريع القصاص وهو حفظ دماء الناس. فماذا يقول المعترض؟ قياسك مكسور بالأب يقتل ولده عمداً عدواناً بمثقل فلا يجب عليه القصاص. فيقول المستدل ماذا؟ لا يرد عليه هذا، لأن صورة الكسر وهو الأب لا يقتص منه إن قتل ولده لوجود مانع وهو الأبوة، والأبوة مانعة من القصاص. أو يقول لأنه انتفى الشرط في مسألة النباش، هل تقطع يده قياساً على مال الحي أو لا؟ نفس المثال، لكن يقول في الاعتراض قياسك مكسور بمن أخذ من بيت المال، فإنه أخذ مال غيره وبلغ نصاباً ولا تقطع يده، فيقال صورة الكسر هذه لا ترد علي، لأن الحكم وهو عدم وجوب قطع يد من أخذ من بيت المال هو لأجل الشبهة. ومن شروط وجوب قطع يد السارق انتفاء الشبهة، والشبهة هو أن له حقاً في هذا المال وإن كان اعتدى بأخذه من بيت المال. الجواب الثالث بيان ورود الكسر على المذهبين، فكأنه يقول صورة الكسر لا تلزمني لأنك توافقني في حكمها أصلاً. فإذا قال المستدل يقتل المسلم بالذمي حفظاً للدماء قياساً على قتل المسلم بالمسلم، فيقول قياسك مكسور بالأبي يقتل ولده فلا يجب عليه القصاص، مع أن في القصاص حفظاً لدماء المعصومين، فيقول لا يلزمني، أو يقول نعم، يقول لا تلزمني صورة النقض هذه، لأن عدم قتل الأب بقتله لولده صورة مستثناة في باب القصاص عندي وعندك في مذهبي وفي مذهبك، ومن ثم لا يرد عليه هذه الصورة. قال وقال في جمع الجوامع، يعني قال تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع هو إسقاط وصف من العلة، يعني كأنه يقول إن في تفسير قادح الكسر إن فيه خلافاً في بيان معناه، فالذي سبق هو مذهب من مذاهب الأصوليين في تفسير قادح الكسر، وهذا مذهب ثاني ذكره السبكي وغير السبكي. فقال هو أي الكسر إسقاط وصف من العلة، يعني أن يسقط المعترض أي يلغي وصفاً من أوصاف العلة المركبة. لكن المصنف رحمه الله كان ينبغي حتى يكتمل التعريف الثاني للكسر أن يكمل بقية الكلام. نعم السبكي انتهى كلامه في تفسير الكسر إلى هذا، لكن لما ذكر المثال ذكر ما يدل على أن في التعريف قيداً آخر وهو نقض الوصف الآخر، أي بيان أن الوصف الآخر لا أثر له، بمعنى أن تكون العلة التي استدل بها المستدل مركبة من وصفين أو أكثر، فيأتي المعترض فيبين أن وصفاً من هذه الأوصاف في هذه العلة المركبة أنه ملغي غير مؤثر، يعني وجوده كعدمه لو حذف لما أثر في الحكم، ثم يأتي إلى الوصف الآخر فينقضه فيسمى كسراً، تكون العلة ماذا؟ قد انكسرت.
حذف وصفا ثم نقض الوصف الآخر، فيكون التعريف ما هو؟ كيف يكون تعريف الكسر بناء على المذهب الثاني؟ إسقاط وصف من العلة ونقض الوصف الآخر، هكذا يكون التعريف تاما على مراد أصحاب المذهب الثاني. مثاله لو قال المستدل في مسألة صلاة الخوف، لو قال صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياساً على صلاة الأمن، صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياساً على صلاة الأمن. العلة الآن تركبت من وصفين، الوصف الأول أنها صلاة، والوصف الثاني أنه يجب قضاؤها. فماذا يقول المعترض؟ يقول الوصف الأول وهو قولك صلاة عديم التأثير. الآن يريد أن يسقط هذا الوصف المعترض، فماذا يقول؟ قولك صلاة وهو الوصف الأول عديم التأثير، يعني وصف غير مؤثر في الحكم، لأن الحج يجب قضاؤه فيجب أداؤه، وحينئذ لا معنى لقولك صلاة، ولم يبقى إلا أنها عبادة حتى يشمل الصلاة والحج وغير ذلك. وإذا قلنا عبادة يجب قضاؤها، هذا الوصف الثاني الآن، فهذا ينكسر بمن بصوم الحائض، يعني كون العبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها ينكسر بصوم الحائض، فإن الحائض يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء. فإذن ماذا فعل الآن المعترض؟ ألغى الوصف الأول، بين أنه لا يؤثر في الحكم، ونقض الوصف الثاني فيسمى كسراً، كسر العلة الآن. هذا تفسير أيضاً للكسر. تفضل يا شيخ. نعم. الأول قلنا إنه فقط نقض معنى العلة، بمعنى أن الاعتراض لا يتوجه على نفس العلة، إنما يتوجه على الحكمة المقصودة. وأما الثاني فهو التفسير الثاني للكسر، فهو عبارة عن قادحين معا يجتمعان، عدم التأثير، لأن عدم التأثير قادح من قوادح القياس يسمى عدم التأثير، اجتماع قادحين اثنين معا على العلة، أحدهما عدم التأثير والثاني النقض، يوجه الأول إلى الوصف الأول من العلة والثاني إلى الوصف الثاني من العلة. نعم. تفضل يا شيخ، بقي وقت، نأخذ الثامن أو نؤجل؟ طيب تفضل، اقرأ الثامن. قال رحمه الله: الثامن من الأسئلة الواردة عليه القلب، وهو أي القلب تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، فقد يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. وقد يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. فيقول المعترض: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. وهو أي القلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها أي جواب المعارضة، إلا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟ نعم، أحسنت. القادح الثامن من قوادح القياس هو القلب. قال: الثامن من الأسئلة، أي من القوادح الواردة عليه أي على القياس، القلب.
وهو أي القلب تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. إذن ماذا يفعل الآن المعترض؟ يعلق نقيض عكس حكم المستدل على نفس العلة، فكأنه يقيم قياساً يعارض قياس المستدل، ويبقي الأصل والعلة ويخالف الحكم، يعطي قياسه عكس الحكم الذي يريده المستدل. ولهذا فسر بعضهم القلب بتفسير آخر فقال هو جعل دليل الخصم دليلاً عليه، وهذا يفيده قوله تعليق نقيض حكم المستدل، لكن غير في العبارة، جعل دليل الخصم دليلاً عليه مع بقاء الأصل والعلة. جعل دليل الخصم دليلاً عليه، ولهذا سمي قلباً، قلب الدليل عليه، بدل ما كان الدليل يدل له صار دليل المستدل يدل عليه. جعل دليل الخصم دليلاً عليه مع بقاء الأصل والعلة. ولو أن المصنف حذف كلمة بعينها لكان أحسن، لأنه قال تعليق ونقيض حكم المستدل على علته بعينها، كأنه يريد أن يؤكد يعني، ولا يكفي أن يقول على علته. ثم قال فقد يصحح وقد يبطل. لاحظوا العبارتين تجعلون عليها رقم واحد ورقم اثنين، فهي إشارة إلى نوعي القلب. فقوله فقد يصحح هذا الأول، وقوله بعد ثلاثة أسطر وقد يبطل هذا الثاني. قال فقد يصحح مذهبه، يعني النوع الأول من القلب أن يذكر القالب في قياسه في اعتراضه يعني في القلب مذهبه هو، مذهبه هو ما يتعرض لمذهب خصمه، فيلزم منه بطلان مذهب خصمه. إذا ماذا فعل الآن القالب حين قلب الدليل؟ جعله كأنه يدل لمذهبه هو أي مذهب المعترض، فيلزم منه بطلان مذهب خصمه لأنهما مختلفان في الحكم، فإذا علق على قياس خصمه عكس الحكم المراد الذي يريده المستدل صار إبطالا له، فمن ثم صار القلب قادحا. وبالمثال يتضح هذا. قال كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض، يعني كاستدلال الحنفي على أن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم، لا بد في الاعتكاف من أن يكون صائما. قال الاعتكاف لبث محض، لبث أي مكث وزنا ومعنى، محض أي خالص يحصل في العبادات وغير العبادات، هذا معنى محض، يعني لا يتمحض في العبادة، هو مجرد لبث مجرد مكث، فلا يكون بمجرده قربة، ما دام أنه مجرد مكث وبقاء لا يصلح وحده قربة وطاعة من الطاعات، قياساً على الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة لبث محض ولا يصح بمجرده قربة وركناً من أركان الحج حتى ينضم إليه غيره وهو الإحرام. وكذلك الاعتكاف مكث محض فلا يصح وحده قربة، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر وهو الصوم. وضح القياس الآن؟ طيب، فيقول المعترض لبث محض، يعني الاعتكاف لبث محض، لاحظوا استخدم نفس العبارات، الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة قياسا على الوقوف بعرفة.
لأن مذهب المعترض أنه ما يشترط الصوم، فصرح بمذهبه. واضح؟ واضح الاعتراض؟ لأن الوقوف بعرفة المقيس عليه لبث محض ولا يشترط له الصوم. قال: وقد يبطل مذهب خصمه. نعم نعم، الوقوف بعرفة المقيس عليه فإنه يصدق فيه أنه لبث محض فلا يعتبر فيه الصوم. يعني الآن لو وقف بعرفة من غير صوم يصح؟ إذن يقيس عليه الاعتكاف فيكفي فيه البقاء من غير صوم، يلبث في المسجد من غير صوم، يكفي نية الاعتكاف. قال: وقد يبطل مذهب خصمه. هذا النوع الثاني، يعني المعترض لا يصحح مذهب نفسه إنما ينقض مذهب خصمه، يبطل مذهب خصمه في نفس الاعتراض الذي نسميه قلبا. قال: كقول الحنفي الرأس ممسوح، يعني في الوضوء الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح قياسا على الخف، فإن الخف ممسوح لا مغسول ولا يجب استيعابه بالمسح، يكفي فيه أدنى مسح أو أن يمسح أعلاه مثلا، لا يستوعب المسح أعلاه وأسفله. فيقول المعترض الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع قياسا على الخف، فإن الخف ممسوح ولا يشترط أن يمسح الربع. فتلاحظون أنه ماذا فعل في القلب؟ تعرض لمذهب خصمه، لأن الحنفي يرى أنه يكفي مسح الربع الرأس في الوضوء. ثم قال: وهو أي القلب معارضة خاصة. يعني وقلنا من قبل إن عامة القوادح ترجع إلى نقض أو معارضة، فهو يقول القلب في الحقيقة يرجع إلى قادح المعارضة، لكن ليست معارضة تامة وإنما معارضة خاصة، ولهذا أتى بكلمة خاصة، لأنه في المعارضة التامة تغير كل الأركان الأربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. لكن هنا معارضة خاصة، لأن القالب أي المعترض بالقلب لا يغير الأصل ولا يغير العلة، فالأصل المقيس عليه هو هو والعلة هي هي، فغير اثنين من أربعة، فلهذا قال معارضة خاصة. قال: فجوابه جوابها، يعني يجاب عن القلب بما يجاب به عن المعارضة كما سوف يأتي إن شاء الله، يأتي في محله. قال: إلا بمنع وجود الوصف استثنى، يعني نفس أجوبة قادح القلب هي نفس أجوبة المعارضة إلا شيئا واحدا، وهو منع وجود الوصف أي العلة. يعني إلا الجواب بمنع وجود العلة في الأصل المقيس عليه، هذا تقدير الكلام، إلا جوابا يكون بمنع وجود العلة في الأصل المقيس عليه فلا يسمع لا يقبل. لما لا يقبل؟ لما لا يقبل أن يمنع وجود العلة في المقيس عليه؟ قال: لأنه التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟ يعني الآن تلاحظون في الأمثلة السابقة هو التزم بالعلة في الأصل المقيس عليه، ولهذا قلنا في المثال الأول: فإن الوقوف بعرفة لبث محض فلا يصح بمجرده قربه. وقلنا في المثال الثاني: فإن الخف ممسوح فلا يجب استيعابه، فكيف يمنعه؟ ما يصح حينئذ. فأما منع الحكم في المقيس عليه فجائز، يعني منع العلة في المقيس عليه لا يصح لأنه التزم ذلك،
لكن منع الحكم في المقيس عليه جائز، مثل لو قال المستدل الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف كما مر معنا، فيقول المعترض الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، منع الحكم الآن. يعني أعيد كيف المقيس عليه، يعني العلة هي هي وهي كونه ممسوحا، فما يستطيع أن يعترض عليه المعترض، لكن الحكم يستطيع أن يمنعه. نعم يستطيع أن يمنعه يعني في الجواب، يعني بأن يقول احنا ما أكملنا المثال، يعني مثال لو قال المستدل الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه قياسا على مسح الخف، فيأتي المعترض ويقول الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع قياسا على الخف، فيرجع المستدل ويجيب فيقول لا أسلم أن الخف لا يقدر مسحه بالربع بل يقدر مسحه بالربع، فمثل هذا الجواب جائز. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.